إلهام الوادي أستاذة متدربة بالمركز الجهوي لدرب غلف فرنسية تأهيلي. شنو هي الأسباب اللي خلاتكم تنظموا هذا الفصل؟ هما دوك جوج مرسومين اللي خرجوا في الصيف، جوج 15588 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين، وجوج 15589 القاضي بتقزيم المنحة إلى أقل من نصف، بالضبط القيمة 1200 درهم شهريا. كأساتذة متدربين شنو ما عجبكمش بالضبط في هذه المراسم؟ بهاد المراسم غاديين يهدفوا لحاجه وحده، هي تفريخ اساتذه عاطلين وخصاصه التعليم في الاخر، حيت انا ملي غادي يولي يبقى لي كل عام 3000 استاذ متدرب عاطل عن العمل، غادي يوصل واحد العام اللي غادي كلشي يولي يمشي ليا البريفي، وحنا كون غير كان البريفي مهيكل ما عندناش مشكل، لا بريفي مهيكل وباغي نهزوا يدنا على القطاع العمومي، بالله عليكم فين غادي حنا بهاد البلاد. التعليم العمومي اليوم في المغرب يعيش وضع كارثي، ومثل هذه الاشياء كتزيد تعقد الماموريه ديال التعليم العمومي في ظل تجاهل الوزاره لمجموعه من الملفات المطلبيه ديالكم. الرساله اللي كتبغيو توجهوا للوزاره من خلال هذا الموضوع؟ حنا الا وقفنا اليوم راه حيت باغيين نحسنوا الوضع، غير ممكن يتجاهلوه، ولكن حنا غنبقاو غاديين في التصعيد، حيت اللهم نوقفوا سنه ويتحسن التعليم من بعد ونبقاو غاديين راضين بالوضع ومخلينهم يديروا هذاك الشيء اللي بغاو، تنوقفوا واحد النهار ونقولوا لا اله الا الله، ما بقينا باغيين حتى مثقف في هذه البلاد. تدريب عادي الطناني استاذ متدرب بالمركز الجهوي لمهام التربيه والتكوين بالبيضاء درب غلف. اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه كتشي في اطار مجموعه من الاشياء النضاليه اللي كتقوموا بها، شنو هي الاسباب اللي دعتكم لهذا التنظيم هذا الوقفه؟ من بين اهم الاسباب اللي دعتنا اننا نتخذوا ماشي غير هذه الوقفه، واحد المعركه وطنيه نضاليه اللي كيشارك فيها واحد 10000 استاذ متدرب في جميع ربوع الوطن. هذه الوقفه هذه ضمن واحد البرنامج نضالي وطني للسترات التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المتدربين، ياتي هذا الاسبوع الثاني سترات واحد ثلاثه الاسابيع من بعد المسيره الوطنيه اللي كانت يوم 12 نوفمبر واللي شهدات مشاركة أزيد من 9000 أستاذ متدرب، تعاطى معها الرأي العام، تعاطى مع المجتمع المدني، تعاطى مع كاع الهيئات ديال المجتمع المدني المغربي، إلا هيئة واحدة وهي وزارة التربية الوطنية اللي مازال كتبع سياسة الأذان الصماء إلى الآن. سياسة الأذان الصماء في وجه واحد المطلبين عادلين اللي هما إسقاط مرسومين اللي سطراتهم في شهر غشت بدون استشارة أي هيئة من الهيئات المشاركة، لا مراكز ديال مهام التربية والتكوين، لا أساتذة مكونين، لا أساتذة ممارسين، حتى شي وجاء في واحد الإطار واحد المرسومين، يعني وزارة اللي كتاخذ واحد القرار اللي هو قرار اللي غيحكم على واحد القطاع اللي هو حيوي، اللي هو قطاع ديال التربية الوطنية غيحكم عليه. حنا كنعرفوا كاملين بأن هذا القطاع هذا كيعيش واحد الأزمة، واحد الكارثة اللي كيشهد بها، حتى الوزير بنفسه كيشهد بها. ففي بلاصة أنه يتاخذ واحد الحلول ويتاخذ واحد، المدرسة المغربية كتعاني من واحد الاكتضاض في الأقسام، دابا 50 تلميذ، دابا في مدينة الدار البيضاء كيتم تقليص عدد الساعات باش كيوفروا عاوتاني ساعات لهذاك الأستاذ مسكين في واحد الفوليوم اللي هو 21 ساعة، 21 ساعة اللي كيقري الأستاذ كينقصوا ليه من عدد الساعات ديال كل قسم باش يزيدوا قسم أخر. في حين أن دابا هاد السنة هادي غيتقاعد أكثر من 20000 أستاذ. مدة 5 سنين غيتقاعد أكثر من 100000 أستاذ. حنا كاملين دابا في جميع ربوع الوطن ما كنمثلوش حتى 10000 أستاذ، يعني كاين باهي إلا وظفوا هاد الناس كاملين غيبقى عندهم خصاص ديال 10000 أستاذ، في حين أن ما لا باغينش يوظفوا هاد الناس. هاد الناس هادو 10000 أستاذ قالوا لهم غنديروا لكم واحد المباراة ديال التوظيف اللي غنقصوا منها من العدد ديالكم بذريعة أن العدد ديال المناصب المالية غير كافية. في قطاع حيوي اللي كتولى ليه أهمية جميع الخطابات وجميع سميتو كتولي هذا التعليم كتولي أهمية قصوى، في حين أن كاين ذريعة ديال عدم كفاية المناصب المالية، في حين أن كاين خصاص كبير. كاين مرسوم ثاني اللي هذا ما عرفناش حتى هو كيفاش جا، هو أن هاد الناس هادو كنتقاضاو واحد التعويض في إطار أساتذة متدربين، كنتقاضاو 2450 درهم، تم هاد السنة هادي التقليص ديالها إلى أقل من النصف، يعني كنتقاضى دابا 1200 درهم وباقي ما شدينا فيها والو. حنا في ظل هاد المرسومين ديال تقليص المنحة وديال فصل التكوين عن التوظيف،
حنا كناضلوا هذه المعركه الوطنيه دابا اسبوع ثلاث اسابيع الصعيديه غتوج ان شاء الله بمسيره وطنيه يوم 17 دجنبر. سؤال اخر استاذ، في نظركم علاش الوزاره رفضت تجلس معكم لطاوله الحوار، خصوصا انه الملف المطلبي ديالكم على ما يبدو انه مشروع؟ هذا السؤال هذا انا كنحيي لك استاذي يطرحوه على هذه الوزاره، هذه الوزاره هذه اللي في البرلمان سولوها الممثلين ديال الشعب ورفض انه يعطي اي تعقيب. كان اهانه الممثلين ديال الشعب انه خرج من وسط الجلسه ورفض انه يعطي اي جواب. دابا في البرلمان ما كيمشيش الوزير ديال التربيه الوطنيه، كيمشي وزير منتدب، في حين ان كاين معركه وطنيه وكاين مطالب اللي هي عاجله. هاد الناس هادو كينتهجوا سياسه الهروب الى الامام. حنا كنقولوا لهم بان حنا النفس ديالنا طويل، حنا عندنا مطالب مشروعه وما غنتنازلوش عليها. الا كان هما كيراهنوا ان الوقت، فحنا امامنا الوقت وامامنا اشكال تصعيديه اخرى باش كنوصلوا المطالب ديالنا لهذا الشعب اللي هو المتضرر الاول. وليدات هذا الشعب هادو شكون غيقريهم الا ما قراهمش هاد الاساتذه هادو؟ المدرسة العمومية كتعاني واحد الاكتضاض، كتعاني كارثة، وهاد الناس كيتابعوا سياسة الأذان الصماء.